نبدأ بالتعاون المشترك اللي ما بين وزارة الأوقاف وما بين وزارة التعليم العالي. طيب هيتعاونوا في إيه؟ هيتعاونوا في تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية. طيب ده معناه إيه؟ قبل ما يبقى ده معناه إيه؟ لازم نطرح سؤال، إيه هي أكاديمية الأوقاف الدولية؟ خلونا الأول نرحب بدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يوسف. ايه الاخبار؟ ليه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله بخير ونعمه يا رب بحاجة. دايما الاول احنا لازم نعرف ايه هي اكاديميه الاوقاف الدوليه يا دكتور ايمن. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اكاديميه الاوقاف الدوليه لتدريب الائمه والواعظات، ده صرح يعني نفخر ونشرف بانه موجود على ارض مصر، ونفخر ونشرف بانه تابع لوزاره الاوقاف المصريه. حقيقه الاكاديميه معنيه بتدريب الأئمة والواعظات، ودي كانت البداية، أئمة وواعظات وزارة الأوقاف. والحقيقة بدأت الأكاديمية تنطلق في الدورات التدريبية إلى مستوى عالمي. أصبح عندنا يعني ناس بيجي لنا دعوات من دول خارجية لتدريب الأئمة وتدريب الواعظات. جالنا وفود من السودان، جالنا وفود قبل كده من الهند، كان مجموعة متميزة جدا من أساتذة ورؤساء وعمداء الجامعات وكلاء الجامعات من دولة الهند. دلوقتي وأنا بكلم حضرتك عندنا وفد من وزارة الشؤون الإسلامية في دولة الجزائر، وفد على أعلى مستوى من وكلاء الوزارة وأئمة المساجد الكبرى من دولة الجزائر، بيخضعوا لدورة تدريبية متقدمة في الجانب الدعوي وفي جانب إدارة الوقف، يعني من الجوانب الإدارية ومن الجوانب الدعوية. وده كان يعني اللي بيحصل ده من الدورات التدريبية، ده كان سبب التوجيهات اللي يعني تم التكليف بها من سيادة الرئيس، وشرفنا بأن يعني يكون سيادته على يعني تواصل دائم بكل ما هو معني بتجديد الخطاب الديني. ومن أهم المحاور المعنية بتجديد الخطاب الديني التدريب. فمن هنا جت الفكرة بتاعت تطوير الأكاديمية، يبقى ليها أداء أعلى وشكل متطور بصورة أكبر علشان نقدر نستقبل الناس اللي يحبوا يلتحقوا بالأكاديمية، مش من الداخل بس، من الداخل والخارج. وده كان أساس الاجتماع النهاردة بين معالي وزير الأوقاف ومعالي وزير التعليم العالي. عايزين بقى نشوف الأكاديمية تنطلق انطلاقة عالمية كبيرة. عايزين الأكاديمية تتحول لصرح نقدر ناخد منه بقى دبلومة خاصة، دبلومة عامة، الدارس فيها يوصل لمرحلة الماجستير، يبقى مهيأ بعد كده ان هو يكون باحث دكتوراه، على اساس ان احنا بنقول ان كل المعنيين بالشأن الديني، يعني هي تفتح ابوابها يوسف مش بس للأئمة والواعظات، بقى في المرحلة القادمة لكل المعنيين بالشأن الديني يدرس دراسة تأصيلية، دراسة عصرية، دراسة يكون من شأنها ان الناس تقف على حقائق الامور ومستجدات العصر في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع. ودايما بنأكد على الجزئية دي، ودايما يعني سيادة الرئيس بيأكد عليها، تجديد الخطاب الديني في ضوء الحفاظ على ثوابت العصر. يبقى احنا بنتكلم بقى مش هيبقى بس دراسة شرعية بس، احنا بنتكلم عن دراسة يعني توصل بالامام او الواعظة او تصل بالمعني بدراسة الشأن الديني لدرجة ان يكون قائد فكر في المكان اللي هو فيه، في المجتمع اللي هو فيه. يعني اقدر اقول انه احنا عاوزين نوصلها، ده تساؤل، عاوزين نوصلها الى انه يبقى هناك او هناك باحثين من كل بقاع الارض ييجوا علشان يدرسوا هنا كباحثين بصرف النظر عن امتهانهم الدعوة او غيره. يعني عاوز يبقى مهنته هي الدعوة، دي قصة، مش عاوز وعاوز يعمل دراسات في هذه الشؤون من فقه وشريعة وفقه مقارن وفلسفة إسلامية وما إلى ذلك، يقدر يروح على أكاديمية الأوقاف الدولية. بالفعل كده، أنا هأهله أنه هو يكون باحث جيد، هأهله أنه هو يكون صاحب فكر وسطي مستنير، هأهله أنه هو يكون قادر على أنه يغوص في بطون الكتب، في أمهات الكتب، ويقدر يستخرج القواعد والأصول التي بنى عليها الفقهاء آراءهم وأفكارهم ويطبقها بما يتناسب مع الواقع اللي احنا بنعيش فيه،
وهو ده عين التجديد، ده طيب اصل التجديد. السؤال اللي محدش هيسأله غيري يا دكتور ايمن. متعودين منك على كده. لا خالص والله، بس انا عارف ان فعلا مفيش حد هيسأله غيري، ممكن بالكتير يسأله ابراهيم عيسى، او اظن اكيد هيسأله ابراهيم عيسى. انا الاكاديمية دي الالتحاق بيها حكرا على المسلمين ولا اي ديانه في الدنيا؟ اي حد عاوز يجي يدرس ويتعلم هنقول له اهلا وسهلا؟ ما هو برضه ده جزء من ما نطلق عليه جميعا تجديد الخطاب الديني. احنا عايزين الناس تتعلم، انا مش بقول له انت هتطلع داعيه ولا هتيجي عندي وتخرج مسلم. عاوز تتعلم انت اللي جاي لي برجليك، اهلا وسهلا، تعالى تلقى العلم وتبحر فيه، ولا ايه؟ عايز اقول لحضرتك انت كانك يعني بتقرا فكر وزاره الاوقاف. وزاره الاوقاف منفتحه على العالم كله. احنا عملنا في الثمان سنوات الماضيه 10 مؤتمرات دوليه. لا لا الله يحفظك، شكرا شكرا، والله من قلبي الله يكرمك. احنا عملنا 10 مؤتمرات دوليه، العشر مؤتمرات دوليه دي كان بيشارك فيها ناس من ديانات اخرى، من يعني من جميع الدول، من ديانات اخرى بتبقى حاضره ومشاركه معانا. احنا بنقول انسانيه، بنطبق كلام ربنا مش كلام حد تاني. ربنا اللي قال لنا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا في الارض دي قال هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لنا كل الناس لها الدين بتاعها، لكن الحساب عند ربنا، احنا مش بنحاسب بعض في الدنيا. حلو. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين. وبعدين بيقول بقى الأمر للحساب عنده سبحانه وتعالى مش في الدنيا لما نروح له، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. عندنا أستاذ يوسف إصدارات لأول مرة ترجمة لمعاني القرآن، ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم، عندنا باللغة الأردية، عندنا باللغة اليونانية، عندنا بالهوسة، وقريب جدا زي ما أعلن معالي الوزير عندنا هيصدر ترجمة معاني القرآن باللغة العبرية. فده بقول لحضرتك احنا منفتحين على العالم كله، مدين ايدينا بالتعارف أصل للعالم. اصل دي هيبقى لها دلالة كبيرة قوي 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 في العالم يا دكتور ايمن، وحضرتك سيد العارفين. فلما النهاردة اقول ان انا هيبقى في عندي في الاكاديمية او اكاديمية الاوقاف الدولية طلبة جايين لي من شتى بقاع الارض، من كل انحاء البسيطة بصرف النظر عن دينهم، وجاي عاوز يعمل عندي دبلومة او رسالة ماجستير او رسالة دكتوراه في العلوم بتاعتنا كشريعة إسلامية على اختلاف أنواعها وتفرعاتها، ده احنا بنعمل أكبر رسالة توجه للعالم على جدية تجديد الخطاب الديني في مصر. صحيح. واحنا بنقول يعني كأننا بنقول للناس اسمعوا مننا ما تسمعش عننا. صح. اسمع الدين الإسلامي من أهل الدين الوسطي. مصر صاحبة الريادة في نشر الدين الوسطي الصحيح. الأزهر الشريف هو قبلة الناس يعني للسعي وراء الآراء الوسطية المعتدلة التي جاء بها الدين الحنيف. هو ده المنهج اللي بتنهجه وزارة الأوقاف، وده الاستراتيجية اللي بتسعى وزارة الأوقاف لها في المرحلة اللي احنا عايشين فيها. والحقيقة يعني ده واضح جدا من الدورات التأهيلية والدورات يعني التدريب النوعي والتراكمي اللي بياخدوا الأئمة. يعني احنا النهاردة مثلا عندنا دورة دلوقتي حاليا الدورة السادسة في التعاون بيننا وبين أكاديمية ناصر العسكرية، بيحضر فيها 80 إمام وواعظة من أئمة وواعظات وزارة الأوقاف برضه في أكاديمية الأوقاف الدولية. ما شاء الله. انت بتقول للإمام انا عايزك صاحب فكر مستنير يعني طبعا. واحنا في افتتاح الدورة كنت بقول للزملاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد في المدينة قال للصحابة الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد. صح. وهو ما خرجش من المدينة. ده إيه؟ ده وعي كامل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بما يحيط به من حوله. طبعا. هو إحنا عايزين الداعية يكون بهذه الحالة، بهذه الريادة، يكون بهذا الفهم وهذا الوعي. صحيح صحيح. دكتور أيمن كل التوفيق من قلبي حقيقي يعني. عارف. ربنا يوفقكم يا رب
اللهم امين. كل الشكر ليكم الحقيقه في الوزاره والشكر موصول لمعالي الوزير بالمناسبه. فاشكرك جدا يا دكتور ايمن، الف شكر ليك دكتور ايمن ابو عمر وكيل وزاره الاوقاف لشؤون الدعوه. عرفتوا ليه بقول لكم الخبرين اللي جايين دول الاثنين احلى من بعض؟ فيجي الخبر بتاع اكاديميه الاوقاف الدوليه مفتوحه لكل الدارسين. طيب